il y a à peu près 15 millions de contenus, des profils, des bons profils. Industrie de futur 4.0. Ça, vous allez le comprendre mieux que moi. C'est ce métier qui est important. Et gardez ça en tête. Le bois, c'est un secteur énergétiquement extrêmement important. اليوم هذا اليوم هو اليوم العالمي ديال التبريد اللي النسخه ديالو الثالثه عالميا والاولى فبالنسبه للاسوسيون المغرب في بان العام اللي فات كانت كوفيد ما قدرناش نديرو واجلنا لهذا العام هذا ولكن هذه النسخه الاولى بالنسبه للاسوسيون الجمعيه ديالنا والنسخه الثالثه بالنسبه للعالم لانه يوم عالمي هذا حيت حنا ما يمكنش لان حتى اللقاح خصو باش يتكونسيرفا اللقاح ويدا اللقاح خص تيكون الفروه وعاوتاني بان ما يمكنش نحبسو حنا لان لاشين دو فخوا كتهم كاع لاليمونطاسيون كاع داكشي اللي كتقدا يوميا من المارشي من السوبر مارشي من كلشي كيتعلق بالفروه وكنلاحظوا الان بان المواد الغذائيه بفواكه كتبقى العام كامله غاس الفروه كما كانش الفروه والتبريد ما يمكنش تلقى المواد العام كامل دابا الحمد لله التفاح واخا ما بقاش الخضر الموسميه والفواكه الموسمية ولا كلشي موجود طيله العام بالنسبه للتمر للفواكه حتى التمر دابا واخا كيجي الجني قبل رمضان كيبقى الجني كيجي دابا في شهر 10 ورمضان كيجي قبل منه كيبقى حتى العام الجاي يعني لو سيكل ديما خدام ولاشين دو فخوا دابا كنحافظوا لاشين دو فخوا من الاول ديال البرودوي حتى الكونسوماتور خص يبقى في واحد الدرجه معينه ديال 4 دوغري 6 دوغري على حسب المواد باش ما تكونوش لي باكتيري وباش الناس ما تسممش من المواد الغذائيه دخلنا لليونيو افريكان واليونيو اوروبيان ومن دخلنا لليونيو افريكان مشاو شدوا الخريطه وداروها وحيدوا منا الصحراء المغربيه وحنا اون ا رولونسي والناس ديال الافريك واخا فيهم الناس اللي بحال جنوب افريقيا بحال المهم بلا ما نسميو الاسماء كلهم زعما سمعوا لينا وداروا لنا الخريطه الخريطه كامله بما فيها الصحراء المغربيه هذا اليوم هذا نورمالمون واحد اليوم اللي هو كيخلدوا العالم كامل واليوم العالمي للتبريد كيحاول يمثل ويتكلم على الاهميه ديال التبريد اللي كتدخل في الحياه اليوميه ديالنا وحنا كشركات وكمتعاملين في هذا الميدان هذا بغينا وجمعيه كذلك بغينا نبينوا الاهميه ديال الميدان هذا وهذا الميتي هذه في الحياه اليوميه ديالنا وكذلك التقنين ديال هذا الميدان هذا باش ما يبقاش داخل فيه لا فورميل وكذلك نتكلموا على المسائل اللي كتكلم تتعامل مع التكوين لان التكوين هو من اهم المسائل اللي باش تقدر تخرج لنا تقنيين يقدروا يخدموا في هذا الميدان بكيفيه مزيانه ويسيروا التجديد اللي كاين في هذا الميدان هذا.